لاحقين المولوديتين بجاية ووهران وكليهما يبحث عن العودة لسكة النتائج الإيجابية واسترجاع الثقة. مباراة لعبت تحت ضغط كبير بحث من خلالها رفقاء طوال عن الهدف بنسج هجمات عديدة ومتكررة أهدرت كلها من طرف دفاع قوي ومتماسك لأشبال بلعطوي الذين اغتنموا انشغال الموب بالهجوم ووصلوا مبكرا لافتتاح باب التسجيل عند الدقيقة 12 عن طريق ناجي، هدف أربك كثيرا أبناء مضوي خاصة مع ازدياد ضغط الأنصار. بالمقابل حنكة الضيوف وحسن استغلالهم للكرات أثمر الهدف الثاني عند الدقيقة 28 من إمضاء المستقدم الجديد محمدي. ولم يحمل بقية الشوط الأول الجديد هدفين دون رد لفائدة مولودية وهران. الشوط الثاني سار كسابقه في المجمل، مولودية بجاية أنهكها البحث عن التقليص والتعديل. في المقابل خردي المضوي استعمل كل أوراقه إلا أن الجدار الدفاعي الوهراني وكذا خبرة الحارس معزوزي حال دون وصول الموب لشباك مولودية وهران. وحملت الدقيقة 81 هدفا ثالثا لمولودية وهران دائما بإمضاء من لاعب الموب علي قشي. 3 أهداف دون رد نتيجة اللقاء و3 نقاط غالية للمسيو خارج الديار. الجدال مستمر.